بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العظيم. الحضور الكريم، بداية نود أن نبارك لكم بقدوم شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركة. ويسعد برنامج وطني أن يغتنم هذه الفرصة الثمينة ليقدم لكم فيها الشكر الجزيل على حضوركم لهذا الحدث الذي ننتظر قدومه بكل شغف في كل عام. قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى، هذان الأصبعان أو الإصبعان مع الرسول عليه الصلاة والسلام.